يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فهل عموم المشركين داخلون في ذلك كما في الحديث أم أهل الكتاب فقط؟ المشركون غير أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، مشركون غير أهل الكتاب، المراد بهم الوثنيون، المشركون هم الوثنيون، هم المشركون، وأهل الكتاب أهل ملة، أهل ملة وأهل دين، لكنهم أبوا أن يقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود أبوا أن يقروا برسالة المسيح ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك كفروا. نعم.